طلبه إلى الإدارة في حالة رغبته في الحصول على حق من حقوقه، إلى جانب أن الموظف كان يمثل خادما لعمله وخادما لإدارة العمل. أما النظرة الجديدة للإدارة والمدير تنطلق من فكرة المدير الخادم المرتبط بالنظرية الحديثة، كما ذكرنا فقد حولت الاتجاه وقلبت الهرم، فقد باتت تتعامل مع الهرم المطلوب الذي ينطلق من فكرة معاكسة للتصور السابق، حيث أصبحت تجعل المدير في أسفل الهرم، وأصبح في أعلى الهرم العاملين في القطاع، لأن العامل بات الآن هو المستهدف الرئيسي للعمليات، وعلى المدير أن يعمل على خدمة كافة العاملين وأن يسعى لتحقيق النجاح في العمل من خلال مقدرته على خدمة العاملين وحل欢迎继续锁定收听中国之声今天是2016年8月7号星期日。现在为各位介绍全国联脑电脑体彩票最新的猜奖结果。世新彩第一6092期中奖号码为6175，销量为1175万。排列3第16213期中奖号码为6558，销量为1200。